في خطة معمولة لتطوير مدينة اسكندرية وخلخلتها لحد سنة 2030. حابين الأول ناخد حضرتك المعالم بتاعت الخطة أو المشروع ده. المشروع دوت مشروع من ضمن المشاريع اللي بتستهدف فيها الدولة تنمية النقط أو المناطق الغير مستغلة اللي كانت موجودة في نطاق المحافظات أو المدن القائمة. مشروع صواري صدر ليه قرار الجمهوري في عام 2019، وبدأت خطة التطوير بتاعته بحيث أن المشروع دوت يستغل موقع كان غير مستغل لمدة طويلة جدا في اسكندرية علشان نعمل تجمع عمراني جديد بيحقق نفس المواصفات اللي بتستهدفها وبتنفذها هيئة المجتمعات العمرانية في كل المدن الجديدة، لكن في نطاق مدينة اسكندرية. زي ما حضرتك قلت، هي خطة شاملة بتستهدف ان هي تستغل المناطق الغير مستغلة، وفي نفس الوقت تعزز وتضخم المردود الاقتصادي والاستثماري من المناطق دي لخدمة الدولة وللتنمية ولتمويل مشروعات أخرى بتبقى مستهدفة جوة المحافظات. مشروع صواري المكان بتاعه مكان مميز جدا، هو على مدخل اسكندرية. الناس كلها اللي جاية من على الطريق الصحراوي هتبقى شايفاه على شمالها وهي داخلة على اسكندرية، بيطل على بحيرة مريوط بواجهة حوالي 2.5 كيلو بتطل على بحيرة مريوط مباشرة، وبيطل على الطريق الساحلي الدولي اللي جاري تطويره، وفي نفس الوقت هو على من الحد الشرقي بتاعه بيبقى على مدخل اسكندرية المستمر بعد كده لشارع قناة السويس. المشروع على مساحة 417 فدان، وده اللي زي ما قلت لحضرتك صدر ليه قرار جمهوري في 2019، ومن وقتها بدأنا الخطة بتاعة تنمية المشروع. دخلته امتى تنموا المشروع ده؟ من أول ما قرار الجمهوري طلع على طول يا فندم، وكان المستهدف أن نشوف الإسكندرية كمدينة قائمة احتياجاتها من التطوير العمراني إيه؟ طبعاً مشروع صواري هو مش مشروع منفرد هو اللي بيتولى تطوير إسكندرية، مشروع صواري جزء من مشروعات كتير المفروض أن هي تغير البنية العمرانية والحضرية اللي موجودة لإسكندرية بشكل كامل. الفكرة في المشروع أن إحنا مستهدفين في المشروع دوت وبالتوازي مع مشاريع بتتبنى نفس وجهة النظر خلخلة الكثافات السكانية في المناطق الغير مرغوبة جوه إسكندرية، وإعادة توزيع الكثافات السكانية بشكل يخدم المواطنين بشكل كويس ويحافظ على مستقبل إسكندرية بنمط عمراني وحضاري كويس جدا. إحنا هنا في